أنا اسمي مروان الشرباطي، عمري 12 سنة. أنا بدرس في مدرسة قرطبة. الجيش والمستوطنين بيعتدوا علينا. بهداك اليوم أنا انسرقت بسكليتي وتم اعتقالي، والبسكليت ظلت عندهم وأنا اعتقلوني 5 ساعات وظلوا يضربوني. إحنا تنجي على المدرسة بنكون خايفين لأنه بأي وقت بيكون بيطلقوا علينا النار وبيحطوا جنبنا السكين. إحنا كمان يعني فيش مكان نلعب فيه، والمستوطنين كل الشارع بيلعبوا فيه. إحنا منطلعش عشان المنطقة العسكرية المغلقة، والجيش بيضل يحكي ادخل جوا وادخل على البيت، وإحنا منطلعش على الشارع.